متابعينا الكرام في العراق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم النشرة الجوية الخاصة الثانية للحديث عن آخر مستجدات اندفاع كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة إلى دولة العراق. طبعا عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية نشاهد تدفق كميات كبيرة من السحب والغيوم باتجاه أواسط العراق، بعض الأمطار والثلوج الخفيفة حاضرة في هذه المناطق، ولكن سيبدأ دخول هواء قطبي بارد جدا وقارص البرودة خلف هذه الغيوم خلال الساعات القليلة القادمة ونهار يوم غد، وسيعمل هذا الهواء على انخفاض حاد وكبير جدا في درجات الحرارة ووصولها إلى مستويات قياسية، ربما تهبط في بعض المناطق إلى 10 درجات تحت الصفر. كما سنكون لنا الآن وقفة مع كيفية تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية على العاصمة العراقية بغداد. بالنسبة لخرائط المحاكاة الحاسوبية والتي باتت تشير إلى اندفاع هذه الكتلة الهوائية القطبية مباشرة من أواسط الأراضي التركية باتجاه الأراضي العراقية، الحقيقة هذه الكتلة الهوائية القطبية انفصلت عن القطب الشمالي واندفعت باتجاه الأراضي التركية، سلكت مسار قاري أي أنها لم تعبر مسطحات مائية واسعة، وبالتالي حافظت هذه الكتلة على خصائصها القطبية الشديدة بالرغم من بعدها عن القطب الشمالي. هذه الألوان تشير إلى انخفاض حاد جدا في درجات الحرارة ووصولها لمستويات قياسية، نلاحظ حركة هذه الألوان وهذه درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، فنلاحظ كيف أن هذه الحركة تبدأ بالنزول التدريجي من الأراضي التركية باتجاه شمال شرق الأراضي السورية، ومن ثم تتعمق هذا الهواء القطبي البارد بشكل كبير ونادر الحدوث لهذه المنطقة، ومن ثم يدخل هذا الهواء البارد باتجاه العاصمة العراقية بغداد مع ساعات مساء يوم الاثنين ويتمركز في مناطق وسط وشمال الأراضي العراقية، ومن ثم تدريجيا يبدأ هذه الكتلة الهوائية القطبية مع ساعات فجر يوم الثلاثاء بالتحرك تدريجيا باتجاه الشرق مبتعدة عن الأراضي العراقية، لكنها تكون قد تمركزت فوق العاصمة العراقية بغداد وأواسط العراق مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء. كما نلاحظ مع ساعات مساء وصباح يوم الثلاثاء تكون قد تحركت هذه الكتلة تدريجيا باتجاه الأراضي الإيرانية، ولكن تبقى التأثيرات موجودة المباشرة لهذه الكتلة على عموم الأراضي العراقية، وكذلك الأمر في طبعا مناطق بلاد الشام. خرائط المحاكاة الحاسوبية للهطولات تشير إلى طبعا نهار هذا اليوم الهطولات ضعيفة بوجه عام في هذه المناطق، ولكن لو نلاحظ أن مع ساعات مساء هذا اليوم تبدأ ثلوج بالتساقط في عموم مناطق شمال الأراضي العراقية، هذا الأمر متوقع مع ساعات مساء يوم غدا الاثنين، ولاحقا مع ساعات الليل يتوقع امتداد هذه الثلوج تشمل أغلب مناطق شمال ووسط العراق، وتبدأ الفرصة الثلوج بالتزايد تدريجيا في العاصمة العراقية بغداد، حتى أننا نشاهد مع ساعات ما بعد أو مع منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء تكون الفرصة حاضرة لتساقط الثلوج فوق العاصمة بغداد، وربما تحدث بعض التراكمات في بعض الأحياء في العاصمة بغداد، كذلك الأمر هو في المناطق الشمالية من الأراضي العراقية تكون هناك ثلوج واسعة النطاق بمشيئة الله تعالى في تلك المناطق، وهذا الأمر طبعا يستمر حتى ساعات صباح يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم إلى وصف في كيفية تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية. إذا كما لاحظنا هذا ملخص للكتلة الهوائية القطبية، كانت تتمركز في أواسط الأراضي التركية تتحرك باتجاه الأراضي العراقية، مساحة هذه الكتلة الهوائية القطبية تصل إلى أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، تأثيراتها المباشرة وغير مباشرة تعم معظم مناطق الشرق الأوسط بما فيها المملكة العربية السعودية، الأردن، بلاد الشام، وصول حتى أيضا الأراضي المصرية كذلك الأمر، بالإضافة للأراضي التركية الإيرانية وأيضا الخليج العربي. درجات حرارة ستكون متدنية للغاية، تصل في الصحراء بادية الشام في بعض المناطق إلى 10 أو أقل 10 درجات من تحت الصفر، في المرتفعات الجبلية العالية المتاخمة من الحدود التركية تصل إلى حوالي 20-30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي العاصمة بغداد تهبط درجة الحرارة الصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء إلى دون الصفر المئوي تقريبا، تصل إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر. الثلوج تعم مناطق واسعة من بادية الشام وأيضا من صحراء الأراضي العراقية، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى من العراق، ووصول هذه الثلوج قد تصل إلى العاصمة أيضا العراقية بغداد وحتى أيضا الحدود العراقية الإيرانية، وأيضا تغطي أجزاء واسعة أيضا من الأراضي السورية. ولو أخذنا نظرة أقرب لتوقعات الثلوج في الأراضي العراقية كما نلاحظ إذن
مناطق واسعة من غربي العراق تحت تأثير هذه الثلوج، أيضا المناطق الشمالية من العراق هناك تساقط ثلجي واسع النطاق يمتد تدريجيا، هذه الثلوج تمتد تدريجيا باتجاه المناطق الوسطى بما فيها العاصمة بغداد، هذا الأمر تحديدا ليلة الاثنين على الثلاثاء وفجر يوم الثلاثاء، وتمتد لاحقا هذه الثلوج تشمل أيضا الأراضي الجنوبية من العراق. طبعا نتحدث عن فرصة بأن يستيقظ بعض سكان العاصمة العراقية بغداد على تساقط الثلوج صباح يوم الثلاثاء، وذلك في يعني حادثة نادرة لم تحدث إلا في عام 2008 وقبلها لم تحدث لمدة أكثر من 100 عام، فبدايات القرن العشرين هذه الحادثة حدثت وحصلت بتساقط الثلوج في هذه المناطق، ولكن نتوقع أن يكون هناك هذا التساقط للثلج هذه المرة أكثر تأثيرا على العاصمة العراقية بغداد، وربما تتراكم الثلوج في بعض الأجزاء والأنحاء. بشكل عام كتلة هوائية قرص البرودة يتوقع أن تؤثر على العراق، تابعونا دائما في تحديثات متوالية حول هذه الحالة الجوية عبر تطبيقنا طقس العرب عبر تحميلكم له أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم جميعا أينما كنتم أوقات سعيدة، إلى اللقاء.